تذكر يا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي غنى الابتسامه في وجهك اخيك صدقه. نفاغد باش الشباب كله ان شاء الله بحول الله تفجيج نفرح نصفر حتى ايت وقادير اطرت زرام الكورنيش وقادير مالكي قايس يفجيج ولا الشباب يفجيج. أكادير تبتسم كما العام اللي فات أنه الهدف ديالها هو زرع الابتسامة على محايا جميع ساكنة مدينة أكادير، كبير صغير فقير غني، يعني جميع مستهدف بهذه الحملة هذه. كما شفتونا جميع الاصدقاء فرحانين وكاع الاصدقاء ديال اكادير فرحانين، ونتمنى كل مناس كل وقت في هذه السنه كتكون هاد المناسبه، وحنا فرحانين والاطفال ديالنا فرحانين. هاد المبادره ما يمكننا الا نستحسنوها، لان من المبادرات يعني اللي سبقتها مبادرات اخرى، ولا سيما ان الموضوع ديالها ديال الابتسامه، اكادير تبتسم، الابتسامه بطبيعه الحال فهي صدقه في وجه الانسان، وبالاحرى تكون صدقه في وجه الاطفال الابرياء اللي تيتطلعوا حتى هما للمستقبل الزاهر ان شاء الله. فرحان بهاد التطوع اللي تطوعت معاهم وداز مزيان وداك الحمد لله. انا راس من خلال انسان نشكشم البسمه الضحكه في ميدن كلنا قادير، خاصه ميدن عامه نشكا هذيك جمعيه، من بعد نتفرق نلقى جروبات، كل جروب راه يفتوسي المركز راه يفرح كران ميدن، المهم البسمه الدعم قادير كله غادي يقال الهدف. شباب فيسبوكي اللي قرر اليوم انه يجي باش يرسم الابتسامه في مدينه اكادير لجميع الناس اللي كاينين في مدينه اكادير. اليوم شاركنا في الحمله ديال اكادير تبتسم، حنا شباب وشابات ديال اكادير اليوم خرجنا باش نعطيو البسمه لهاد الولاد الصغار وحتى الكبار، وكنعطيهم شي هدايا باش يخليونا شي سمايل صغيره وصافي. عادي باش كتصور معنا والناس فرحانين وناشطين، هادشي اللي بغينا. غصه دي سسمي مياد تحضر غمس مصبغوطة نتقليت نطاطسة غمس نوكادير صفر حيبارة مياد على خزرة خمس نوكادير كلشي طسان فرحان كلشي في الجيج الحمد لله. شكرا. هاد الحفله هادي عجباتني، وصراحه انا كنفضل الكبير كنرجع صيدي ربي وكنرجع لهاد الصحاب الاصدقاء اللي خرجوني ودوروني ونشطوني وضحك وفرحت، وكنتمنى لجميع الناس الخير والربح والتيسير. كنشكر وأكادير سمايل.
الجديد لهذه السنه يعني فكرنا باش نديروا رفع تيفو يحمل عباره اكادير تبتسم كمنتوج ديال العمل ديال الشباب ديال مدينه اكادير اللي تقسموا المجموعات، وكان واحد العمل اللي هو جبار جبار جدا. كنشكروا ايضا اكادير تي في على التغطيه ديال هذا الحدث، وكنضربوا موعد ان شاء الله السنه المقبله ان شاء الله.